أعلن وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الجديد وربط موعد التشغيل بتحسن الظروف الدولية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وحدد في نهاية شهر أغسطس المقبل موعدا للانتهاء من المرحلة الثانية. وأشار المهندس كمال بن أحمد إلى أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لمملكة البحرين، والذي يساهم في تطوير وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية، ويمثل بوابة البحرين على العالم الخارجي. قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل حميدان إن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بدأت فعليا بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو، والذين تكفلت الحكومة بدفع أجورهم، وذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراءات تحويل جميع المبالغ إلى حسابات أصحاب العمل لسداد أجور العمال المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة. وأكد حميدان أن الوزارة ستقوم بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إن وجدت في عملية الصرف. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 4,654,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 921,000 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 147 صفقة. وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في حين احتفظت باقي الشركات في أسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاعي البنوك التجارية. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة. وننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه سيتم استئناف كافة الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، مع التأكيد على تحفيز أو تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة، وتطبيق العودة تدريجيا وفقا لتقدير كل بنك. ويشمل ذلك تشغيلا كاملا لفروع البنوك ومراكز التحويل وفقا لأوقات العمل الطبيعية المحددة بموجب تعليمات المؤسسة السابقة الصادرة قبل فترة إجراءات منع التجول، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. شركة إيزي جت تتوقع تراجع حجم اسطول طائراتها بنهاية عام 2021. هو التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوياته في 4 سنوات تقريبا في شهر مايو، رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار الأغذية في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا في خفض الطلب على الوقود وتراجع أسعار الطاقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في 19 دولة التي تستخدم اليورو نزلت بواقع 10% في شهر مايو بعد ارتفاع بنسبة 13% في الشهر الماضي. شهد رئيس صندوق رؤية التابع لسوفت بانك راجيت مسيرة تضاعف إجمالي راتبه عن العام الماضي المالي رغم ضعف أداء الصندوق الذي دفع البنك لخسائر تشغيلية قياسية. وأظهر إفصاح صادر عن سوفت بانك أن إجمالي أجر رئيس صندوق رؤية ارتفع بأكثر من الضعف ليصل إلى 15 مليون دولار في العام المالي الماضي. أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية إيزي جيت أنها تتوقع تراجع حجم أسطول طائراتها بنهاية عام 2021 إلى أقل مستوى لها، بما يقل ب51 طائرة عن التوقعات السابقة. كما وأعلنت الشركة عزمها في بدء مشاورات للاستغناء عن حوالي 30% من موظفيها في ظل الصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع الطيران في العالم بسبب فيروس كورونا.